ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجزائري الهجر حمزه، بعد حبسه 11 سنه بيرجع عشان يشوف حبيبته ويشوف ابنه، وده اللي اثار استغراب جدا والدهشه على كل السوشيال ميديا. ازاي وحبها امتى؟ وطبعا زي ما حضراتكم عارفين انه الحجز بره كان مفتوح، وكان في نت وكان في تليفونات، وكان بيتكلم معاها وتعرف عليها عن طريق الانستجرام، وكمان ناس قالت ده هو مخلف وزوجته نشرت صورته مع ابنه وهو صغير. طب هي طلق زوجته؟ هل انفصل عنها؟ لا، هو متزوج، مازال متزوج، وده اللي خلى الناس تحط علامة استفهام كبيرة. هو حكاية حمزة وزوجته وحبيبته بإيمان صحراوي وزكي. عمري توحشتك يلحني شوفك كل شيء يكمل واللي راجع عن ناس كتير كمان. ازاي هو بيحب واحده وهو متجوز واحده استنيته 11 سنه وعنده ابن؟ ربنا يوفق الاحوال يا رب العالمين ويهدينا جميعا، اللهم امين. والايام اللي جايه هتبين لنا اكتر واكتر. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه